كما وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله بقية تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد من كبار أفراد العائلة الملكة الكريمة ومعالي رئيسي مجلسي النواب والشورى وأصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين في المملكة والوجهاء والأعيان وأعضاء مجلسي النواب والشورى والمجالس البلدية والمحافظين وسفراء مملكة البحرين في الخارج والرؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى مملكة البحرين ورؤساء الجمعيات والاتحادات والأندية الرياضية والمواطنين حيث عبروا عن خالص التهاني والتبريكات إلى سمو ولي العهد بهذه المناسبة الجليلة مبتهلين إلى الباري عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى مملكتنا الغالية بتحقيق المزيد من التقدم والنماء وعلى جميع العرب والمسلمين بالخير والبركات.